السلام الله عليكم. مرض شائع بكثرة، مش بالشكل الكبير اللي بنشوفه، بس بشكل يعني متوسط، ألا وهو مرض الانكيلوزينج سبونديلايتيس، أو التصلب اللي بيصير في العمود الفقري، خشونة العمود الفقري. العمود الفقري بيكون كعملية البامبوس، يعني وضعية العمود الفقري بتكون مع التدرج في المرض، بتصير الانحناءات شوي 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 تزيد في كل العمود الفقري وعضلات الفخذ ومنطقة عضلات السمانة والعصب تاع العضلات. يعني هو مرض مناعي موجود في الدم. السبب طبعا في جين واسمه غريب شوية، هلا بي 27، هذا اسم الجين، هلا بي 27 اسم الجين اللي إذا كان موجود عند أحد الأقارب أو الوالدين، ممكن هدول الأشخاص يكونوا معرضين أكثر للإصابة في المرض المناعي هذا، الانكيلوزينج سبونديلايتيس، يعني تخشب، تصلب، تسكير في المفاصل، لأنه أكثر شيء بهاجم المفاصل الخلفية من العمود الفقري اللي بصير فيها تضخمات وتكلسات، وهي التضخمات والتكلسات هي اللي بتؤدي للانحناء، وهي اللي بتؤدي للخشونة، وهي اللي بتؤدي للآلام الحادة، مش بس في العمود الفقري، في الأربطة وعصب السماني من تحت، كل الأربطة العضلات بتتأثر. يعني هو عضلي مفصلي في عصب العضلات، خشونة تامة، وهي الخشونة كمان ما بتأثر فقط على الآلام اللي في العمود الفقري، يعني الخشونة بتكون موجودة ما دام المنطقة الصدرية هي المنطقة المصابة أكثر شيء. إذن عندي المفاصل تاعت القفص الصدري كلها والأضلاع وحركة القفص الصدري وخشونة القفص الصدري حيكون متأثر أكثر من كمان من الأعراض ومن التأثيرات. يعني مشكلة تنفس بدرجة أولى ومشاكل تنفسية وعدم القدرة على أخذ أكسجين أكثر، إذا صار في عندي تحدب يعني سعة الرئة بتكون أقل 30-40% عند هذول الأشخاص، يعني سرعة يعني كمية كبيرة. anyway طيب، المرض مناعي، المرض جاري في الدم، المرض خربطة في الجهاز المناعي وصار يهاجم نفسه في المفاصل، هذه الخربطة وهذا الدفاع الزائد عن حده من الجهاز المناعي انه يهاجم المفاصل والبروتينات الكويسة، في هاي الحالة نوصل لحالة الخشونة والضعف في الأعصاب والآلام الحادة هذه اللي بتكون مرافقة. طبعا أكثر شيء الآلام هذه بتكون في الفترة الصباحية، هاي الأعراض الفترة الصباحية، فترة خشونة، فترة آلام، فترة تحدد في الحركات، في آلام في الرجلين، في أسفل الرجلين، في عضلات السمانة، آلام في الركب، آلام في الظهر، آلام في الحوض، آلام في عضلات الرقبة، آلام في منطقة العمود الفقري، آلام مع التنفس، آلام مع أي رفع لفوق أو تحريك، إلا إذا صرت أتحرك شوية، شوية سخونة، شوية حرارة، كمادات، أحرك شوية، ألين، ستريتش، بتروح الآلام وبتخف. طيب كيف أنا بدي أتعامل مع أمراض زي هيك؟ أنا في هاي الحالة بدي أحافظ على أرجع الأعراض و اللي موجود اللي هي الخشونة، يعني بدي ألين وبدي أخفف من الآلام، وبنفس الوقت بدي أحاول أغير من نظام التغذوي والحياتي اللي أقدر أشيل التهيج اللي مسبب لي هذا المرض المناعي اللي هو على شكل الأنكيلوزينج سبونديلايتيس. وهذا الكلام طبعا مش بس للأنكيلوزينج سبونديلايتيس والتخشب اللي بصير، هذا للفايبروماليجيا، هذا للإم إس، هذا للوهن العضلي، هذا لأرام آلام الروماتيزم، هذه كلها أمراض مناعية بتسرف الدم، وأعراضها بتكون يا في المفاصل، يا في العضلات، يا في الجهاز العصبي، يا في الأحاسيس، يعني بتضرب وين ما يكون. على كل الخطة العلاجية لازم يكون في الفترة الصباحية عملية كمادات مياه ساخنة
بوضع فوطة مبللة بالمياه الساخنة مع الملح، فنجان من الملح مع الخل. هذا المحلول ملح وخل ومية مع فوطة، وحطه على المنطقة المؤلمة سواء على ظهري أو على جري أو وين ما يكون لمدة 10 دقائق. هذا تحفيز للأعصاب، ما هي المشكلة عصبية بدرجة أولى كمان بالجهاز العصبي. هذا بيعمل عملية تخفيف حدة الآلام وعملية تليين مع حراري. هاي اول مرحلة، خلصنا من المرحلة هاي. بعدين بيجي لازم يعملوا مساج، لازم ينعمل مساج للمرضى هدول لمنطقة الظهر ومنطقة الصدر. المساج لازم يكون يوميا لهيك حالات، خصوصا بنحكي عن الحالات الصعبة. كمان احنا بنحكي عن الانكلوزنج سبوندلايتس، يعني هاي التعليمات للناس اللي عندهم مشكلة في القامة والانحناء هذا اللي للامام، اللي مش قادرين يسيطروا عليه، الانقباضات الحادة هاي اللي في المناطق في العضلات الأمامية البكتوراليس والمناطق الصدرية وعضلات البطن بتكون هيك نازلة ورقبتي بالطريقة هذه، كمان لازم يعملوا هاي التعليمات. ماشي، المساج أساسي. هلا إذا بدي أعمل مساج، طب خلينا أشوف لي زيت هيك كويس، شو أفضل الزيوت ممكن تنفع لهيك حالات، لحالات تهيج عصبي ومشكلة مناعية وفي الجهاز المناعي، وفي عندي خشونة في المفاصل، وفي عندي آلام حادة كمان، كيف ممكن أسيطر على الأعراض هاي؟ أي زيت ممكن يفيد؟ طبعا أول زيت بدي أحكي لكم عنه اللي هو عرق السوس، مطحون عرق السوس في نصف المرتبان. عرق السوس طبعا له خصائص الكورتيزون اللي موجودة فيه والمواد اللي ضد الالتهابات، اللي هو مخدر سريع. بحطه في زيت الزيتون، بنتظر 4 أسابيع إلى 40 يوم، بحطه بحمام مريم لعملية التسريع في الامتصاص، وبصير استخدمه بشكل دافي في المساج. هذا واحد. الثاني اللي هو الروزماري واكليل الجبل، هذه الاعشاب المهدئة، لان هذه بتهدي الجهاز العصبي وبتروقه. اذا هديت الجهاز العصبي معناته خففت من الالام وخففت من التهيج. اذا بدي اعمل الروزماري واللافندر، هذه زيوت ممكن استخدمها كمان حتساعدني. الكركم طبعا، وزيت الكركم مع زيت الزيتون ومع الخل، هذا كمان حيساعدني في عمل المساج اذا بعمله مره مرتين في اليوم. يعني هاي اساسيات علاجيه، الفتره الصباحيه لانه بيكون في عنا خشونه كثير، والفتره المسائيه عشان اقدر انام وعشان اعرف الصبح اصحى 100%. كمان من الشغلات اللي قلت لكم تستخدموها للشغلات المناعيه هذه، هاي في عنا حب لبان الذكر اللي هو المياه المنقور فيها لبان الذكر. ماشي، من فتره الليل هذه المياه مع بسخنها شوي وبحطها على المناطق الجلدية، وبصير أعمل المساج في المياه هذه اللي فيها مطحون لبان الذكر. يعني هذه الخيارات موجودة، وهي كلها حتخفف الآلام، حتعطي كولاجين كويس لصحة البشرة وفعالة للكبير والصغير ولأي حالة، وما في من وراها الدهون والكمادات المياه الساخنة أي سايد إفكت. يعني لا حامل بمشي في بعد الولادة بتمشي، مرضعة بمشي، شو سكري بمشي، ضغط بمشي، كل الحالات هذه بمشي معها هذه الأدوية الخارجية. طيب هلا الشغلات الثانية، طيب خلصت أنا عملت مساج وعملت زيوت وخففت الألم وعملت الهوت باك قبلها، هلا بده يجي موضوع التمارين. طيب أنا ما بمشي، أرجع العمود الفقري لوضعه الطبيعي بس عن طريق زيوت وعن طريق مساج وعن طريق كمادات مياه ساخنة، فبدي حركة. الحركة الأساسية اللي بدها تكون طبعا بعد هاي عمليات التحمية، إحدى كنا جاهزين، استخدموا العصاي. هاي بتريح في التمارين، وهاي بتعطي فعالية كويسة للتمارين. فحفرجيكم بس تمارين العصاي لأنها عن جد أكثر فعالية. طبعا في حالة أنا عندي المشكلة هاي بكون منحني شوي بالطريقة هذه، فأنا بدي أحاول أحط العصاية على الرقبة وأحط إيدي هيك بس تثبيتي للوضعية هذه، وحركاتي البسيطة وأنا ماشي مثلا أو أنا قاعد، وأحاول أرفع
لفوق وبشكل متحرك، بشكل اني اظلني اهزهز واظلني احرك، مش بشكل بس اخذ الحركة هذه واوقف واخذ الحركة هذه وبوقف، لا، هذا الحالة هاي ما دام في عندنا خشونة اذا بدنا اهتزازات، يعني بدنا حركات زي هيك شوي 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 شوي، لانه الاهتزازات بتلين اسرع وبتخفف الالام اثناء الحركة، بدنا حركات اهتزازات شوي شوي لو على اليمين على الشمال، اذا حسيت حالي تعبت بوقف بريح بنزل ايدي، يعني مش بس المهم تتحركوا، وبحط ايدي على اجري، برفع راسي قد ما اقدر مع شهيق عميق، يعني بدي انا كمان تمارين تنفسيه، انا عندي مشكله في القفص الصدري، شهيق احبس النفس 8 ثواني، اطلع زفير شهيق زفير بين كل حركات والتاني من التمارين، بعدين باجي لايدي بالطريقة هذه من ورا وبمسك العصاي، هذه الحركة اللي عارفينها انتو، اذا واحد بيحني حاله بنعطيه العصاي وكله امشي بالطريقة هذه، بس عملية المشي وعملية الاهتزاز، يعني انا بدي اهتزازات خفيفة شوي شوي اللي تعمل عملية ستريتش تليين بسيط بدون الشعور في الالم، على اليمين على الشمال، يعني بدي اظلني احرك اللي خفف الخشونة، ما في حل تاني. بعدين الاكتف كمان بيكون فيها مشكلة وتصلب كتير، فبدنا نعمل تمارين الاكتف لفوق لتحت بالعصاي، الايد الثانية لفوق لتحت، احط ايدي قد ما اقدر لفوق بالعصاي وميل مرة على اليمين مرة على الشمال، طبعا هاي التمارين تنعاد حسب الراحة وحسب همتكم، وبضل نعمل الحركات هذه، هاي لازم تكون يوميا مرتين ثلاث، كل ما عملنا اكثر كل ما خففنا من الالام اكثر. ماشي، خلصنا من التمارين، المشي كويس كثير، المشي نحاول نستقيم، هذا افضل تمرين او عادي خليكم تعملوها، السباحه كويس كثير وخصوصا لما تكون سباحه في مياه دافئه، افضل انواع الرياضه السباحه، لهيك ناس بيعانوا من الخشونه في المفاصل. طيب فالتمارين هاي خلصنا منها، هلا بضل عليكم فقط انكم تتبعوا هاي الامور مع تغيير بسيط في النظام الغذائي، طبعا الشغلات اللي حتهيج الجهاز المناعي وتزيد المشكله والالام اللي هي السكر بكل انواعه واشكاله والنشويات بكل انواعها واشكالها، المواد المعلبه وكل هذه اللي برا، هذا كله حيهيج موضوع الالتهابات، وحطوا على القائمه كمان الزيوت والقلي وهي الامور كلها، وحيضرب جهاز المناعه كمان اللي يهاجم اكثر، وحتزيدوا الالام وحتزيدوا السكر وحتزيدوا الكوليسترول وحتزيدوا الضغط النفسي، وكل ما زدتوا الضغط النفسي وفي هاي الحاله المشاكل المناعيه هذه بتزيد، يعني الدماغ المشاكل المناعيه مشكله مانجمنت في الدماغ، يعني مشكله اداريه خلينا نقول، بتؤدي للخربطه هذه في التفاعلات والجهاز المناعي والجهاز العصبي مش عارف الطالح شو بسموها الطالح من المنيح من الكويس، وبهاجم قاعد في هالمفاصل الفكيرة. المواد اللي حتساعد من تخفيف طبعا كل المشروبات، الاعشاب الساخنه، هاي اي شغله بقولكم عنها اعشاب ساخنه معناته كويسه، لافندر، روزميري، نعنع، زعتر، بابوني، جانسون، هذه اللي هي حتخفف الكورتيزول على السريع، حتخفف الضغط على السريع، الزيوت العطريه والاعشاب اذا بنشربها على شكل شاي، مهم كثير تاخذوا شوربه عظام البقر، هذه ولو مره مرتين في الاسبوع، دهون كويسة، كوليسترول كويس، كولاجين كويس، ما انتو بدكم المواد اللي بدها ترجع الليونة، الالاستيسيتي، مادة الالاستين، هذه مادة رئيسية هي اللي لازم ترجع الليونة للأربطة هاي اللي بتكون متخشبة، هذه موجودة في الشوربات، عدا عن الزنك وعدا عن الأحماض الأمينية اللي موجودة في الشوربات العظام، إذا بتاخدوها مرة مرتين في الأسبوع وبتتحركوا وبتعملوا التمارين، شوربات الحمام، الكبدة، كل هذه ممكن تاخدوها تقوى أعصابكم وتقوى الغضاريف وتقوى العظام وتقوى المفاصل وتقوى بدكم طاقة، الخضروات بدون توصية، ودائما مع أي سلطات بتعملوها ضيفوا زيت السمسم أو الطحينية، هذه الطحينية المتواجدة هاي لازم تنضاف مع الليمون مع الثومة، هذه كلها هي المواد
اللي تدريجيا حتساعدكم. هذه المكملات اللي تاخذوها، هذه الخطة العلاجية اللي لازم أي واحد يعمل فيها، مع متابعة العلاجات الثانية إذا باخذوها مع أخصائي علاج طبيعي أو أخصائي مساج. بس هذا هو العلاج البيتي، أدوية ما أدوية تخفف من الأعراض، هي كلها المسكنات وتخفيف الكورتيزون. طبعا هاي أعطناكم كورتيزون طبيعي عن طريق أركسوس، هذا ما بدكم كورتيزون صناعي. فهاي هي الأدوية اللي ممكن تخفف وتساعدكم على المدى الطويل، يعني مش على المدى القصير. يعني حالة زي هيك بدنا أيام وأشهر تنوصل لحالة أفضل، لأنه هاي الأمراض بروجريسيف، يعني بتتطور مع تطور المرض وبتزيد الخشونة. فإحنا أقل ما فيها بنمنع التدهور وبنصير نحاول نرجع الليونة لوضعها الطبيعي. اتحركوا وامشوا واعملوا المياه والزيوت وادعوا لنا. تحياتي لكم، شكرا لكم دكتور محمود السوس.